بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مدارس أشتار الإبتدائية الأهلية بمادة الرياضيات للصف الأول الإبتدائي، معلمة المادة هند ضياء. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ، تلاميذ الصف الأول الإبتدائي في مادة الرياضيات. درسنا لهذا اليوم الفصل الثامن، سنشرح موضوع العشرات صفحة 156 وصفحة 157، وأيضا سوف نشرح موضوع الآحاد والعشرات والأعداد حتى 99 صفحة 158 وصفحة 159. هيا بنا أعزائي التلاميذ نتعرف إلى العشرات. ماذا يقصد بالعشرات؟ تعرفنا في الدروس السابقة على العشرات وهم الآباء. من هم العشرات؟ العشرات تعرفنا عليهم في بيت الأعداد، هم الآباء، هم الآباء. من هم الآباء؟ هيا نعد معا، هيا بنا نعد العشرات معا. عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. ها هم العشرات، ها هم العشرات، هم الآباء. من هم العشرات؟ هم الآباء. نعيد معا، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. أعزائي التلاميذ، هيا بنا ننتقل إلى صفحة 156 وصفحة 157 في الكتاب. نقطة رقم 1، أعد وأكتب عدد العشرات وأكتب العدد. كما نلاحظ الآن في هذه الصورة، توجد هنا في هذه الصورة مجموعة من المكعبات. عدد هذه المجموعة كلهم هم عشرة. عدد المجموعة هذه كلهم هم عشرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. إذا هذه مجموعها كلها كاملة، هذه عشرة. يقول لي كم عشرة عندي آني هنا؟ كم عشرة عندي هنا؟ تعال شوف كم عشرة عندي آني هنا؟ عندي عشرة وحدة. إذا أكتب هنا أنا وحدة. يقول لي زين، هي هاي الوحدة، هاي الوحدة بالعشرات شقد؟ يعني كم عشرة بالعشرات؟ عشرة كاملة. انظر هنا أنا عندي وحدات، هنا أنا عندي بالمجموعة الأولى عشرة وبالمجموعة الثانية عشرة. بنلاحظ الآن جمعناهم كلهم، سوينا هنا أنا وحدة كاملة عشرة وهنا أيضا عشرة. كم عدد العشرات؟ كم عشرة عندي أنا هنا؟ كم عشرة عندي هنا أنا؟ هذه واحد وهذه اثنان. اذا كم عشرة عندي اني؟ كم عشرة عندي؟ عندي اثنان. واحد اثنان، اذا عندي اثنان. عشرتان، عشرتان. يقول لي اكتب عشرتان. العشرتان ايش قد؟ اذا عشرة واحدة فهي عشرة. اذا عشرتان اقول عشرة عشرون. احسنتم. اذا العشرتان يعني عشرون. يعني شنو عشرتان؟ يعني مرتين عشرة. عشرة وعشرة ايش قد تصير؟ عشرون. يقول عد هذه واكتب العدد. خلينا نشوف كم عشرة. يعني الوحدة من هذني بيها عشر مكعبات، هذه الوحدة بيها عشر مكعبات. اذا انا ايش كم عندي؟ انا كم عشرة عندي هنا؟ كم عشرة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. أكتب العدد إيش كيف؟ خمسة. خمسة عددهم، خمسة هو عددهم. يقول لي زين، إذا أنا عندي خمسة، إذا أنا عندي خمس عشرات، خمس عشرات. زين إذا أنا أريد أكتب الخمسة بالعشرات إيش كيف؟ الخمسة بالعشرات إيش كيف؟ أطلع بإيدي خمسة وأبدي أحسب بأصابعي، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون،
50. إذن الخمسة بالعشرات إيش قد يا أبطال؟ الخمسة بالعشرات هي 50. أكتب العدد 50. أنتقل إلى هذه الآن. أحسب كم عشرة عندي؟ كم عشرة عندي؟ 1 2 3 4 5 6. إيش قد عددهم أني عندي؟ كم عشرة هنا؟ عندي 6 عشرات. 6 عشرات. في هذه 6 عشرات إذا أريد أكتبها إيش قد يصير 6 عشرات؟ طلع بإيدي 6. إيش كم أصبع أطلع بإيدي؟ 6. وأبدي أحسب أقول 10. أبدي أزيد 10 10 لحد ما أوصل للستة. 10 20 30 40 50 60. إذن 6 بالعشرات هي 60. 6 بالعشرات هي 60. هيا بنا نعد معا. يلا كنا يا شطار أصابعنا نحطها هنا ونبدأ نحسب. 1 2 3 4 5 6 7 8. كم 10 عندي آني هنا؟ كم 10؟ عندي 8 عشرات. عندي 8 عشرات. زين هذه 8 عشرات. هذه 8 عشرات. إذا أريد أكتب آني 8 عشرات يعني شقد 8 عشرات عندي؟ شقد يعني؟ أبدي أحسب 10 20 30 40 50 60 70 80. إذا 8 عشرات هي 80. إذا عندي بس 1 يعني 10. إذا عندي 10 20. عندي 5 عشرات يعني 50. إذا عندي 6 عشرات 6 عشرات يعني 60. إذا عندي 8 عشرات يعني شقد يا شطاري؟ 80. أنتقل إلى نقطة رقم 2. اقرأ العشرات. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. وأيضا أكو طريقة أخرى. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. نقطة رقم 3 املأ الفراغات. عندي أنا هنا مثل ما نلاحظ هذا جدول عندي أعداد ناقصة. عندي 10 20. من يجي ورا العشرون؟ من يجي ورا العشرون؟ أبدي أحسب 10 20. من يجي وراها؟ 30 40 50. هو كاتبها يصير نعيدها؟ لا أحسنتم. لازم أشوف من ورا 50. من يجي ورا 50؟ 60 70. من يجي ورا 70 80. يصير أني أكتبها للـ90؟ لا. ليش؟ لأن هو كتابها. حبايبي الحلوين، أريد هذه الأعداد تكتب في الدفتر مال الرياضيات يا شطار. أكتب موضوع العشرات وأبدي أكتب من 10 إلى 90. يلا يا شطاري نكتب من 10 إلى 90. نقطة رقم 4. أكتب عدد العشرات وأكتب العدد. عندي هنا كم 10؟ كم 10؟ كل وحدة من هذين اللي قدامي بيها 10. كل وحدة بيها 10. إذا إيش كم 10 أنا عندي؟ 1 2 3 4. هو حالها إنه يقول أنا عندي هنا 4 عشرات. 4 عشرات. أكتب عدد 4. يقول الأربع عشرات يعني إيش قد؟ 4 عشرات يعني إيش قد؟ يعني 40. أبدي أحسب كم 10 عندي الآن. 1 2 3 4 5 6. عندي 6. زين هذه 6 إذا بالعشرات إيش قد؟ 10 20 30 40 50 60. أحسنتم. نبدأ بالعد. 1 2 3 4 5 6 7. إيش قد عدد العشرات عندي؟ عندي 7 عشرات. 7 عشرات. 7 عشرات يعني إيش قد؟ يعني 70. أحسنتم. الآن أبدأ أعد الأخير. 1 2 3 4 5 6 7 8. إيش قد عندي أني هسه هنا؟ كم 10 عندي هنا؟ كم 10 عندي؟ 8.
عندي ثمانية عشرات، ثمانية عشرات. إذا أنا عندي ثمانية عشرات يعني شكيد الثمانية عشرات؟ شكيد ثمانية عشرات؟ أبدي أحسب، أطلع بإيدي ثمانية أصابع وأحسب ثمان عشرات يعني شكيد، يريد بالعشرات يعني يريد الآباء ثمان عشرات يعني منو يا أب هذا من عندهم شو اسمه؟ أطلع ثمان أصابع بإيدي وأحسبهم، عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون. إذا ثمانية عشرات هي ثمانون. أعيد يا شطة، إذا أقولكم اكتبوا أربع عشرات يعني أربعون، ستة عشرات يعني ستون، سبعة عشرات يعني سبعون، ثمانية عشرات يعني ثمانون. ليش أنا كتبت ثمانون أربعون ستون سبعون؟ لأن هو طلب من عندنا عشرات، إذا ما يذكر لنا عشرات نكتب بس أربعة ستة سبعة ثمانية، لكن إذا ذكر عشرات نكتب أربعون ستون سبعون ثمانون، نعد بالعشرات، نعد بالعشرات. نقطة رقم خمسة، املأ الجدول، املأ الجدول. عندي مثل ما لاحظ هنا جدول يا شطاري توجد في داخلها الأعداد ولكن توجد أعداد ناقصة. عشرة عشرون من الجوهرة العشرون، ثلاثون ممتاز. الأربعون مكتوبة يصير أعيدها مرتين؟ لا، من الجوهرة الأربعون. خمسون، أنتقل للجدول الثاني، عندي أربعون من الجوهرة الأربعون أي عدد؟ أحسب عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون، أحسنتم. ستون مكتوبة من الجوهرة الستون، سبعون ثمانون تسعون مكتوبة، ممتاز. الجدول الثالث، عندي العدد تسعون أصبح سبعون، والسبعون أصبح خمسون. أنا أنظر أول شيء على التسعون، أضاوع للتسعون، تسعون شلون صارت سبعون؟ زادت أم نقصت؟ زادت أم نقصت؟ أحسنتم، نقصت. ليش نقصت يا شطار؟ لأن هي كانت تجد تسعون صارت سبعون، يعني شقد نقصت؟ نقصت عشرة. إذا تسعون تنقص عشرة أخذ من التسعون عشرة، شقد تبقى؟ ثمانون، أحسنتم. الثمانون إذا أخذ منها عشرة سبعون. زين، إذا أنا عندي سبعون، عندي سبعون أخذ من عندها عشرة كاملة، شقد حتبقى؟ ستون. الستون أخذنا عشرة صارت خمسون، زين الخمسون إذا أخذنا من عندها عشرة شقد لها حصير؟ حصير أربعون. حبايبي الحلوين، راح ننتقل إلى شرح موضوع الآحاد والعشرات والأعداد حتى 99، صفحة 158 وصفحة 159. أحبابي، تعرفنا في قصة بيت الأعداد إن البيت تم تقسيمه إلى اثنان. حبايبي تذكرون قصة بيت الأعداد؟ كان كم بيت عندنا؟ عندنا بيت واحد توجد في داخله الأعداد، لكن الأعداد من كبروا البيت ما يكفيهم، فسووا بنوا بيتين. كم بيت بنوا؟ بنوا اثنان، بيت صغير وبيت كبير. البيت الصغير سموه بيت الآحاد، أما البيت الكبير سموه بيت العشرات. بيت الآحاد تدخل فيه الأعداد الصغيرة. ليش تدخل بيه بس الأعداد الصغيرة؟ ليش تدخل بيه؟ لأن بيتهم صغير. من هم الأعداد الصغيرة؟ هم الأبناء. من هم الأبناء؟ من هم الأبناء؟ هم الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة، ها هم الأبناء. أما البيت الكبير تدخل فيها الأعداد الكبيرة. من يعيش بالبيت الكبير؟ يعيشون به الآباء، أي الأعداد الكبيرة. من هم الآباء؟ هم العشرات، هم العشرات. من هم العشرات؟ عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون. إذن بيت الأعداد أصبح بيتان، البيت الصغير تدخل فيه الأعداد الصغيرة سمينا آحاد. ليش سمينا آحاد؟ لأن يدخل العدد وحدة، يدخل العدد وحدة. أما
بيت العشرات سمي ببيت العشرات لأن تدخل فيها العشرات فقط، تدخل فيها العشرات فقط أي الآباء. آحاد عشرات، آحاد عشرات. الآحاد هو العدد الأول، الآحاد عدد أول، أما العشرات فهو العدد الثاني. نأخذ مثال حبايب الحلوين. كمان لاحظ الآن عندي جدول، هنا أنا عندي آحاد وهنا أنا عندي عشرات. ألاحظ كم مكعبة عندي آني هنا؟ آحاد يعني كل وحدة أحسبها وحدها وحدها. واحد اثنان ثلاثة أربعة، كم وحدة عندي مكعبة؟ عندي أربع مكعبات. هنا كم عشرة عندي؟ لأن هاي مجموعهم كلهم تشوفوا هذا المكعبات اللي مسويها مثل البرج، هذا البرج اللي مسويه كله عدده متكون من عشر مكعبات، عشر مكعبات. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، عددهم عشرة. يقول لي كم عدد العشرات؟ كم عشرة آني عندي هنا قدامي؟ كم عشرة؟ واحد اثنان، أنزلها جواها، كتبت اثنان. عندي هسه آني بالآحاد جيد أربعة، عندي أربع وحدات. أما بالعشرات كم عشرة عندي؟ عندي اثنان. يقول لي هذا العدد، هذا العدد إذا أني أريد أقرأ إيش قد راح أقرأ؟ إيش قد راح أقرأ؟ راح أقرأ إيش قد يا شطار العدد؟ 24. أبدي من هذا الأول واحد الآحاد، هذا إيش قد؟ 4. هاي إيش قد؟ هذه بمرتبة العشرات. الاثنان تنقر إيش قد؟ 20. إذا 24، 24. ناخذ مثال ثاني يا شطار. عندي آحاد، هاي تشوفوها واحد هالمكعبات ومطبوقات كلهم سوا، هذه هي الآحاد. أما اللي صايرة مثل البرج كاملة هذه هي العشرات. أجي على الآحاد، يقول لي كم وحدة من المكعبات عندي بالآحاد؟ نحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. إيش قد عندي آحاد آني؟ خمسة. أكتب بالآحاد هنا بالبداية خمسة، أروح على الثاني أكتبه هنا يم العشرات. إيش كم عشرة عندي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة. إيش كم عشرة عندي؟ عندي أربعة. إذا أكتب أربع عشرات. ليش ما كتبت أربعون؟ ليش ما كتبنا أربعون؟ لأن هو شنو؟ ذكرنا المن؟ ذكر عشرات، ما يصير أكتب أربعون، أكتب أربع عشرات. إذا ماكو كلمة عشرات أكتب أربعون. عندي هسه يقولي اقرأ العدد، لازم أني أقرأ العدد. مين أبدي بي؟ أبدي من العدد الأول وراء أقرأ العدد الثاني. أول عدد جديد عندي خمسة، إذا أقرأ العدد جديد خمسة وأربعون. خمسة وأربعون، أول عدد الآحاد أنزله، ثاني عدد العشرات يصير هو الثاني. الأول آحاد والثاني عشرات، أقرأ العدد خمسة وأربعون. الآن حبايبي ننتقل إلى صفحة 158 وصفحة 159 في الكتاب. نقطة رقم واحد، أكتب الآحاد والعشرات وأكتب العدد. أول شيء نريد نكتب الآحاد جقد، بعدين نكتب العشرات جقد، بعدين نكتب العدد اللي نطانا إياه جقد. أول نقطة هو حالها إنه جقد عندي آني كم وحدة بالآحاد؟ خمسة. وكم عشراتي؟ عندي ثلاثة عشرات. من أريد آني أقرأ للعدد أو أكتب العدد، أول ما أبدي الأول عدد ينزل هو الأول، ثاني عدد ينزل هو الثاني. إذا أقرأ العدد خمسة وثلاثون. الآن راح أنتقل إلى المثال الآخر. كم عدد المكعبات بالآحاد؟ كم وحدة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. أكتب بالآحاد تسعة، شوفوا هذا الفراغ الأول، أكتب العدد الأول اللي آني حسبته. إيش قد عندي آحادي؟ تسعة. أكتب تسعة يم الآحاد. هو أنتقل المن للعشرات، كم عشرة عندي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. إذا وين أكتب الخمسة؟ بالفراغ الثاني، أول واحد للآحاد.
ثاني فراغ ينكتب للعشرات، هسه يقول لي اكتب العدد هنا، اكتب للعدد، ايش طلع لك انا؟ ايش طلع لنا هنا؟ طلعت لي اول شيء من هي التسعة، اروح اخذ هاي التسعة اول شيء انزلها هنا، نزلت التسعة. ثاني عدد المن كتبنا، كتبنا الخمسة، يروح الخمسة وين؟ يروح ثاني واحد، لان هو الثاني يروح ثاني. يقول لي اقرأ للعدد، ايش قد كتبت اني؟ ايش قد كتبت؟ اقرأ منين؟ من هنا من البداية، هذا الاول من الابناء، بعدين اقرأ الاباء. الابن ايش قد؟ تسعة. الاب ايش قد؟ بالخمسون. اذا اقرأ تسعة وخمسون، تسعة وخمسون. انتقل الى عندي بالآحاد، كم عدد المكعبات بالآحاد؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أكتب العدد والواحد، أربعة آحاد. ليش؟ لأن وحدهن آحاد. هنا أنا يقول لي عشرات، كم عشرة عندي؟ كم عشرة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أنزلها بالفراغ الثاني، عندي آحادي أربعة، عشراتي أربعة. شنو يعني عشرات؟ يعني أربعون. شنو يعني آحاد؟ يعني واحد هالآحاد، أربعة واحد. زين، أربعة عشرات شنو؟ يعني أربعون. هسه شي يقول لي، يقول لي اكتب العدد، هذا العدد اللي طلع لي شقد. أول ما أجي أنا عددي الأول هذا، هذا أول واحد، يجي هو أول واحد، شقد؟ أربعة. رأسا أنقلها أربعة، أروح على العدد الثاني، شقد عندي؟ هم أربعة، أكتبها وراها أربعة. يقول لي اقرأ العدد، أربعة و أربعون. أحسنتم. الآن راح أنتقل إلى المثال الآخر. كم عدد الآحاد؟ كم عدد الآحاد؟ كم مكعبة عندي؟ هيا نعد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إيش قد عندي آحادي؟ كم وحدة بالآحاد؟ عندي ستة. يقولي كم وحدة بالعشرات؟ كم عشرة عندي آني؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. كم عشرة عندي آني؟ عندي ست عشرات. شنو يعني ست عشرات؟ شنو يعني ست عشرات؟ يعني ستون. أحسنتم. إذا آحادي شقد؟ ستة. عشراتي شقد؟ ستون. يقول لي اكتب العدد هنا، أول شيء أروح على الأول، من الأول الستة أكتبها هي أول وحدة أنزلها هنا، الثانية منه أيضا ستة أنزلها هي ثاني وحدة. أقرأ العدد، ستة وستون. أقرأ الأول، ستة وستون. نقطة رقم اثنان، أكتب الآحاد والعشرات وأكتب العدد باستعمال هذا الجدول اللي عندي، آحاد بالآحاد والعشرات بالعشرات. أول ما أجي أبدي عندي هنا بالمثال الأول، كم عدد المكعبات بالآحاد؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أنقلها رأسا جواها، شقد عندي؟ ثلاثة، أكتب العدد ثلاثة. أنتقل للعشرات، كم عدد العشرات؟ أحسب كم عشرة عندي أنا؟ كم عشرة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. كم عشرة عندي؟ عندي أربع عشرات. يعني شنو أربع عشرات؟ يعني أربعون. ممتاز. يقول لي اكتب العدد، وين راح أروح أكتبه؟ أكتبه هنا بالفراغ الثالث، أي آخر فراغ هنا. إيش قد أبدي أكتب؟ يصير أبدي أكتب الأربعة أول شيء؟ لا غلط. أحسنتم. ليش؟ أول مرة العدد الأول، من العدد الأول اللي بدينا به آحاد، ينزل هو أول واحد، إيش قد؟ ثلاثة. العدد منه الثاني هو العشرات، وين يروح؟ يروح هنا ورا، إيش قد؟ أربعة. أقرأ العدد، ثلاثة وأربعون. أنتقل للمثال الآخر، كم عدد الآحاد؟ كم عدد الآحاد؟ كم مكعبة عندي؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. أنزل العدد ثمانية وين؟ بالآحاد. أنتقل للعشرات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. كم عشرة عندي؟ عندي سبعة عشرة. سبعة عشرات يعني شقد يا شطار؟ يعني سبعون. سبع عشرات يعني سبعون. يقولي اكتب العدد، شقد طلع لي آن العدد؟ أبدي مثل ما تعلمنا، الآحاد هو العدد الأول، أما العشرات فهو العدد الثاني. من هو الآحاد الآن؟ هي الثمانية. أحسنتم. أكتب ثمانية. من هي العشرات؟ ثاني واحدة اللي هي السبعة.
اقرأ العدد 78 78. انتقل للمثال الاخر، كم عدد الآحاد؟ شكل عندي آحاد أكتب هنا أول شيء، هيا نعد 1 2 3 4 5 6 7. شكل عندي آحادي آني 7، أكتب العدد 7. أنتقل للعشرات، كم عدد العشرات؟ 1 2 3. كم عشرة عندي؟ عندي 3. 3 عشرات، يعني شنو 3 عشرات؟ يعني 30. أحسنتم شطاري. يقول لي اكتبوا العدد هنا، أول ما أجي من هو الآحاد؟ منو الأول واحد؟ 7، أنزل 7. منو العدد الثاني؟ هو العشرات، أكتب 3. أقرأ العدد 37، 37، بديت بالسبعة لأن هي الآحاد، والعدد الثاني هو العشرات، فيقرأ العدد 37. أنتقل للمثال الآخر، كم عدد الوحدات عندي هنا؟ شكد عندي؟ كم مكعبة؟ 1 2. أكتب العدد رأسا أول 1 2 بالآحاد. وكم عشرة عندي؟ شكد عشراتي؟ هيا نعد العشرات، 1 2 3 4 5 6 7 8. شكد عندي أني عشرات؟ أدي 8. يقول لي يعني شقد 8 بالعشرات؟ شقد يعني شنو 8 عشرات؟ يعني 80. ممتاز أحسنتم. يقول لي اكتبوا العدد، العدد شقد صار عندي آني هنا؟ أول شيء 2 تنزل، ليش؟ لأن هي الآحاد، وراها من العشرات. أقرأ العدد 82، 82. نقطة رقم 3، اكتبوا العدد في المربع. مثل ما نلاحظ الآن منطينا أسئلة ويريد من عندنا مرة الآحاد ويريد من عندنا مرة العشرات. أول شيء منطيني عدد أقرأ، أول ما أبدي أقرأ العدد من أقرأ يا شطار؟ من الآحاد، يعني الأول واحد هم الأبناء، بعدين أقرأ اسم أبوهم، أول مرة اسم الابن بعدين اسم الأب. إيش قيل عندي بالابن؟ 1، والأب 70، إذا 71. يقول لي آحاد هو الواحد، هذا هو الواحد، أول واحد آحاد، زائد يقول لي شقد عندي آني عشرات؟ شقد عندي عشرات؟ احنا تعلمنا العدد الأول اسمه آحاد، ليش؟ اجا أول واحد، اجا وحدة اللي هما الأبناء. العدد الثاني منه هو العشرات، هما الآباء، إذا يريد الأب. منو الأب عندي؟ هو العدد الثاني، شقد؟ 7. أحسنتم. عندي العدد 43، 43 يساوي، كاتب لي هو 3 آحاد، صحيح هذا 3 آحاد، يريد العشرات. يقول إذا أنا عندي 3 آحاد، منو بقى عشرات؟ منو بقى عشرات؟ 4. أحسنتم، 4 عشرات. عندي العدد 99، 99 آحاد، آحاد ويريد عشرات، يريد الآحاد ويريد العشرات. أول ما أروح على العدد الآحاد، الآحاد عرفناهم الأبناء، يعني العدد الأول هذا الآحاد هو الأول واحد. شقد عندي بالآحاد؟ 9، أكتب 9. أروح أنتقل المين للعشرات، يقولي روح شوف العشرات شقد أيضا، أباوع على العشرات شقد أيضا؟ 9، أنزلها 9. أقرأ العدد 99. الآن هو العدد ما منطيني، العدد مجهول الآن، لكن منطيني الآحاد 0 ومنطيني عشرات 5. إذا أجي أني أنزل الآحاد وبعدين أنزل بصفة العشرات، خلينا نشوف شقد لح نقرأ للعدد. شقد عندي آحاد؟ 0، أنزل أول شيء 0. أروح شقد عندي عشرات؟ ثاني عدد أنزله، أقرأ العدد شقد صار هذا العدد؟ شقد صار؟ 50. أحسنتم أبطالي. حبايبي حلوين، انتهى درسنا لهذا اليوم. الواجب البيتي إن شاء الله سيكون حل في الكتاب الكبير. الآن اللي حليناه التمارين اللي هي صفحة 156 وصفحة 157،
وصفحة 158 وصفحة 159. أما واجبكم حبايبي الحلوين في كتاب النشاط، راح نحل في كتاب النشاط صفحة 53 وصفحة 54 مع كتابة في الدفتر العشرات من 10 إلى 90. ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. مع تمنياتي لكم معلمة المادة هند ضياء.